قصص دايما بجنون كتير وعم بغني. شانتال انت زعلانه من ايه؟ من النقد يعني اللي هو قاله؟ الله بس قال بس طبعا بس على المكان ده ما فيش حاجه. هو على فكره كل مره بينتقدنا كلنا طب انا هقول لك على حاجه والله العظيم متصدقيها اقسم بالله العظيم انت غنيتي حلو والله ده بالنسبه يعني للمرض اللي انت كنت فيه للتعب يعني لا خرجت عن النوطه ولا والله ولا غنت حاجة. صح هي غنت صح بس هو جاي ينتقد ينتقد ايه حاجة احساس اي حاجه بينتقدها اي حاجه بينتقدها فاهمه شانتال انت شفتي منظري كنت بغني ازاي جملتين وانتقدني ما انا بالبرايم الثاني والثالث كنت مغلطه بالبروجرام الرابع برهنت له العكس اتفضل انت هيك كمان بدك تعمل وبعدين مدام ميري قالت لك ايه استني مدام ميري قالت لك ايه هي انا عارف من قبل ما اطلع